مساء الخير على جمهور نادينا الملكي، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجنا ملوك الصالات، البرنامج اللي بنتابع فيه اخبار العاب البطولات والانجازات، الالعاب اللي ليها رصيد كبير من البطولات والالقاب مش بس على المستوى المحلي لا كمان على المستوى الافريقي والدولي. ولكن في بدايه حلقتنا كالعاده خلينا نشوف هيكون معانا ايه النهارده. الاربعاء المقبل محترف الطائره الجديد ينضم لمعسكر الزمالك في الامارات. طائرة الزمالك تسيطر على جوائز بطولة العين وتألق الصفقات الجديدة. توهو لواي جاهز للمشاركة مع سلة الزمالك أمام الزفرة. كوماندوز الزمالك يواجه هليوبلس والجزيرة ودياً. الزمالك يدعم منتخب سيدات اليد بسارة يحيى وسهيلة خالد. الجمعة المقبل منتخب الطائرة يستهل مشواره في بطولة العالم أمام هولندا. تغيير نظام الإعلان عن التصنيف العالمي للسكواش. ومن التقارير منتخب شباب الطائرة مستقبل واعد. أما عن بطل قصتنا النهاردة فهو كابتن فادي هاني نجم الزمالك السابق لكرة السلة. أما عن ضيفي اللي هيشرفني ونورني النهاردة فهو الأستاذ أمير نبيل الناقد الرياضي المتألق دائما وأبدا. طبعا لا حديث يعلو فوق حديث اقتراب فوز الزمالك بالدوري الممتاز لكرة القدم، واللي ممكن يتحسم على فكرة خلال الحلقة، وإن شاء الله يتحسم خلال الحلقة. طبعا كلنا عارفين أنه في حالة تعادل فيوتشر وبيراميدز الزمالك هيكون هو بطل الدوري، وطبعا في حالة فوز فيوتشر برضو الزمالك هيكون بطل الدوري، وهنبقى بقى نازلين مباراة الاتحاد بكرة من غير أي ضغوطات إن شاء الله للاحتفال فقط لا غير. وإن شاء الله خلال الحلقة المباراة يعني تكون نتيجتها في صالح نادي الزمالك. طبعا الشوط الأول انتهى بنتيجة 0-0، ودي نتيجة في حد ذاتها في صالح نادي الزمالك. لو المباراة انتهت على نفس النتيجة أو حتى تعادل إيجابي أو حتى فوز فيوتشر، كل النتائج اللي بقولها لحضراتكم دي هتكون في صالح نادي الزمالك، وهيحتفل بإذن الله بالدوري. طبعا الدوري ده ليه احتفال خاص كده، ليه احتفال خاص او شعور مختلف، لانه النهارده انت بتفوز بالدوري للمره الثانيه على التوالي. لو اي حد حتى شكك في الدوري اللي فات وقال لك والله ده كان بالصدفه، ده كان يعني كده، لا ده بالحظ، انتوا عارفين الكلام الكتير اللي ممكن يتقال، وده كلام على فكره مش يعني مش كلام احنا مش طالعين نتخانق مع بعض، عادي الرياضه كده وحلاوة الرياضة في كده. المهم ان الموضوع ما يتعداش الحتت اللي احنا بنتكلم فيها دي. يعني ايه المشكلة اما انا ابقى قاعد اقول لك لا يا عم انت فزت بالدوري السنة اللي فاتت صدفة، لا يا عم انت فزت بيه بالحظ، لا ده كان يا دوبك كده مرة، لا الكلام اللي دايما بيتقال ده عادي وارد ان المشجعين وهم قاعدين مع بعض يتكلموا مع بعض بالطريقة دي. المهم ان الموضوع ما يخرجش عن الإطار ده أو ما يتعداش المناوشات الخفيفة دي، ما يفتقدش للروح الرياضية. يا جماعة أهم حاجة الروح الرياضية، أهم حاجة المعاملة الطيبة، أهم حاجة إن الرياضة ما تفقدش معناها الحلو الحقيقي. الرياضة دي ليها معاني كتيرة جدا جدا حلوة قوي. الرياضة بتعلمك الروح الرياضية، الرياضة بتعلمك انك تهذب النفس، الرياضة بتعلمك انه تقبل الخسارة قبل الفوز، هي دي الرياضة. احنا افتقدنا المعاني الرياضة في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا، ومش عايزين ان احنا نستمر على ده، ومش عايزين ان احنا يبقى بينا مناوشات توصل لحاجات صعبة. يعني الواحد يبقى قاعد شايف انه مثلا لا قدر الله اللي فريقه بيخسر او حتى بيكسب ممكن لا قدر الله يجيله أزمة قلبية، ولا تحصل مشادات في بيوت، ولا بيوت تحصل فيها بعض المشاكل، ولا قرايب يتخانقوا مع بعض، ولا اخوات يزعلوا مع بعض عشان مباريات او نتيجة مباريات. لا دي مش الرياضة. الرياضة بتعلمنا حاجات كتيرة حلوة جدا جدا جدا.
فأهم حاجة بس في الليلة دي يعني أو القصة دي كلها إن الرياضة ما تتعداش، أو المناوشات بيننا وبين بعض ما تتعداش إطار معين، أو ما تفتقدش للروح الرياضية. طيب نرجع للدوري بقى مرة تانية. الدوري ده ليه احتفال خاص وليه فرحة خاصة وليه شعور مختلف. قد ايه احنا كلنا فرحانين بفريقنا اللي رجع وعمل ريمونتادا من بعيد جدا في ظروف استثنائيه، وقدروا انهم يفوزوا يعني ان شاء الله ان شاء الله يفوزوا بالدوري للمره الثانيه على التوالي، ومن قبليه كاس مصر، وان شاء الله يقدروا يفوزوا بكاس مصر الموسم ده كمان، وتبقى النهارده جايب دوري وكاس ودوري وكاس الموسم اللي فات والموسم الجديد، وسوبر وسوبر ان شاء الله الزمالك يقدر يفرح. جماهير الزمالك تستحق الفرح، جماهير الزمالك عظيمة، جماهير الزمالك لازم نشيد بقد ايه هم جماهير موجودة في الانكسارات والهزايم لا قدر الله قبل الانتصارات، موجودين دايما، حاضرين دايما في المعاد، دايما بتلاقيهم مش بتوع الفرح بس، مش بتوع الانتصارات بس، مش بتوع المكسب والبطولات بس، واول ما نخسر تلاقيهم قاعدين ما لا زعلانين من الفريق او بيغلطوا في الفريق او مش طايقين الفريق، لا موجودين موجودين وصابرين وبيحبوا فريقهم ومتواجدين في كل الأحداث، وزي ما قلت موجودين في الانكسار وفي الهزايم قبل الانتصار، موجودين دايما، عارفين يعني ايه رياضة، عارفين يعني ايه مكسب وخسارة وخسارة، وبيتقبلوا الخسارة قبل المكسب. حتى لو في بعض الانتقادات الفنية لبعض اللعيبة، لكن ما بتتعداش ده، ما بتتعداش فكرة انه لا يا عم انا مش هشجع النادي ده تاني، لا يا عم دي لعيبة اساسا ما تنفعش ولازم نغيرها كلها ونغير الجيل كله، لا احنا خلاص النادي ده ما بقيناش قادرين نشجعه اكتر من كده، ما فيش، مش هتلاقي الكلام ده. جمهور الزمالك جمهور مثقف وواعي وعنده حب للكيان، وعنده حب للكيان على مر التاريخ بقى، تروح اسماء وتيجي اسماء، تروح ادارات وتيجي ادارات، تروح فرق وتيجي فرق، تروح اجهزة فنية وتيجي اجهزة فنية، وهم موجودين وهم دايما منتميين للنادي. وليا كلمة دايما بقولها عن الجماهير بصفة عامة، ان كل واحد بياخد مقابل، اللعيب بياخد مقابل، الجهاز الفني بياخد مقابل، احنا واحنا قاعدين في اماكننا كمذيعين وكاعلاميين بناخد مقابل، انا مش قاعدة هنا ببلاش، انا قاعدة هنا باخد مقابل، ولكن جماهير الزمالك دايما موجودة ودايما بتحب ناديها بلا مقابل، هم موجودين ويعيطوا وينهاروا ويفرحوا، والزمالك ده تسليتهم الوحيدة. اتفرج على جماهير الزمالك دي وهم قاعدين مستنيين يوم الماتش ده وكأنه يوم عيد، احنا عندنا النهاردة عيد، عندنا النهاردة ماتش، هنقعد ونجمع ولادنا ونجيب اللب والسوداني والعصاير والمشروبات السخنة والساقعة، وقاعدين ومستنيين قد ايه ماتش الزمالك، وقد ايه فرحة ان النهاردة مباراة لنادي الزمالك، ويا سلام بقى لو مباراة هتحتفل فيها بدرع الدوري، يا سلام ايه الحلاوة والجمال ده. هتلاقي جماهير الزمالك دايما الزمالك مصدر فرحتهم او مصدر لا قدر الله حزنهم بلا مقابل، بلا مقابل. الناس اللي انت شايفها في المدرجات دي بتروح وتدفع فلوس ويعني دلوقتي اتفرج على الجماهير دي، الجماهير دي يمكن بيتوفر لهم دلوقتي باصات من الاداره ووجبات وي وي وي، لكن بيلفوا كل المحافظات، لكن زمان حتى او على مر التاريخ كانوا بيروحوا ويعانوا ويتعبوا في المواصلات ويتبهدلوا بهدله أليمه علشان يقف في المدرج كده يشجع، وموجودين ودايما موجودين. يعني في واحد يقول لك حتى لو متوفر لي باص ووجبه ويوي انا جاي على ايه يا عم، ما الماتش متذاع اهو في التلفزيون. لا، جماهير الزمالك مش بتاعت الكلام ده، جماهير الزمالك عارفه يعني ايه دورها مع الفرقه، عارفين يعني ايه الفرح والانتصار، عارفين يعني ايه اللعبه الحلوه، مش جماهير جايه كده مش فاهمه حاجه وخلاص، لا جماهير عارفين يعني ايه اللعبه الحلوه، يعني ايه المتعه، جايين يتفرجوا على الزمالك، مش فكره انه حتى لو الزمالك كسب لكن من غير اداء يقول لك بس الماتش النهارده ما كانش حلو، لا الزمالك كسله، الزمالك ده مدرسه الفن والهندسه يعني، فالزمالك عنده لا احنا كان عندنا اداء احسن من كده. جماهير ذواقه، جماهير بتحب
بتحب اللعبه الحلوه، مش جماهير رايحه يلا الحمد لله كسبنا وخلاص وخدنا الثلاثه بونت وبتاع. ما هو اه ده تمام، ده التارجت الاعظم. انا النهارده لو حتى ما وصلتش لمرحله ان انا اخد الـ الاداء الحلو، انا المهم اخد الثلاث نقط، جميل ما فيش مشكله. بس هم بيبقوا رايحين لا عايزين يتمتعوا، وزيزو وزيزو كده بيرقص وبيجيب جون، شيكابالا وهو بيمتعهم بمهاراته، امام عاشور، عواد وتصدياته اللي ما شاء الله ربنا يحميه ويحرسه. الناس دي عايزة تتفرج على الكلام ده. جمهور الزمالك غير، جمهور مختلف، جمهور عظيم حاضر وموجود في الميعاد، بيعرفوا كويس قوي. يعني ده احنا كل ماتش يقعدوا يعني عاملين هتاف لفيريرا بالانجلش علشان حتى فيريرا يبقوا فاهمينه، ان احنا فاهمين قد ايه انت مدرب تقيل، مدرب عرفت توظف اللعيبه اللي عندك، مدرب عرفت باقل الامكانيات، ومع احترامي لكل الفريق. لكن النهارده حتى الوجه الحسن اهو، الجنس الناعم اللي موجود دايما، بصوا الجمال. فانا طبعا بتعاطف مع الجنس الناعم ده اكيد. بصوا ما فيش حاجه اسمها رجاله بس رايحه تشجع، لا حتى المراه ليها دور في تشجيع الزمالك. حتى فيريرا زي ما بقول لحضراتكم عملوا له هتاف خاص بيه كده بالانجلش علشان يقولوا له احنا فاهمين ان انت مدرب تقيل، ان انت مدرب عرفت توظف كل الامكانيات اللي عندك، عرفت كل حد يجي يقول لك انا عايز 10 صفقات، انا عايز 7 صفقات، اصل الفريق ده محتاج 8 صفقات. ياما سمعنا كلمه في يناير دي، عايزين 8 صفقات 7 صفقات، وتحس انه يا عم لما انا اجيب لك 8 صفقات و7 صفقات و10 صفقات، وما انت هتعمل ايه؟ وما انت قصتك فين؟ لكن فيريرا بيشتغل والقيد مقفول، بيشتغل بناشئين، اول واحد في مصر طلع الناشئين وباين لك قد ايه الزمالك عنده لعيبة على أعلى مستوى، عنده قطاع ناشئين على أعلى مستوى، عايزين فرصة بس. أول واحد وظف كل اللعيبة اللي موجودة وقدر يستفاد بكل واحد. مين ما بيلعبش؟ مين بيقعد على دكة البدلاء بالماتشين والتلاتة ما بيلعبش؟ مفيش، كله بيلعب، كله بيلعب وكله ليه دور داخل الملعب. فجماهير الزمالك فاهمة ده كويس قوي قوي قوي، وبالتأكيد في إدارة بتساند الجهاز الفني وبتساند اللعيبة علشان في الآخر الناس يقدروا إن هم يكسبوا. قيد مقفول، ولكن حاولوا يوفروا لهم كل الإمكانيات بالتأكيد. حقيقي موسم استثنائي في ظل القيد المقفول، في ظل الاستعانة باللعيبة الناشئين، اللعيبة اللي مشيت اللي كان ليها تقولها، اللي بنتمنى لهم التوفيق بالتأكيد من غير الدخول في تفاصيل خلاص. بس الناس فضلت مستقبلها على وجودهم في نادي الزمالك، كل واحد وليه حقه المشروع في انه يفكر بالطريقة اللي هو عايزها. المهم ان الإدارة استفادت منهم لآخر لحظة، والمهم ان انا عندي البديل او لقيت البديل، ما بقيتش قاعد او انا كمدير فني زي فيريرا قدرت اوجد البديل، ما عدتش بقى قلت طب انا اعمل ايه، ما هو ابو جبل مشي وطارق حامد مشي، اعمل لكم ايه؟ طيب ما هي دي امكانياتكم. لا، الراجل اشتغل، خلى عواد في التوب فورم وخلاه راجل النهارده ما شاء الله ربنا يحميه ويبارك فيه احسن حارس مرمى في مصر، وهو اوريدي كان مستني فرصه. عواد، الجمال بقى في عواد ده برضو، انا من حراس المرمى ان انا بجد بحترمه جدا جدا جدا، بحترمه جدا. ليه؟ لان الراجل ده بينزل يلعب، بيلعب ويأدي، يقعد بالخمس ماتشات على دكة البدلاء، يقعد بالخمس ماتشات وما يتكلمش خالص. يعني انا طول الوقت بحس ان عواد ده راجل موجود في الميعاد، انت هتنزل النهارده هنزل النهارده وهبقى موجود وليا دور مؤثر بشكل غير طبيعي. مش موجود والجهاز الفني عايزني على دكة البدلاء، تمام هحترم ده. عمري ما سمعت له صوت، عمري ما حسيت انه معترض، عمري ما حسيت ان عنده مشكله. فبجد يعني كل الشكر لكل الناس، الاداره، الجماهير، الجهاز الفني، اللعيبه، كل حد ساهم في اننا نوصل للمرحله دي، ان النهارده ممكن الدوري يتحسم قبل انتهائه بثلاث اربع جولات. حقيقي حاجه عظيمه جدا جدا، جماهير الزمالك تستاهل الفرحه دي، جماهير الزمالك حقيقي جماهير وفيه ومثقفه وواعيه، ومن كتر ما كانوا موجودين في الانكسار قبل الانتصار حقهم النهارده يفرحوا، يفرحوا باتنين دوري على التوالي وكاس مصر، وان شاء الله كاس مصر الموسم الجديد باذن الله. حقكم، لان انتوا جماهير وقفتوا ورا الفريق في كل المراحل، من مراحل انتقاليه لمراحل صعبه لخساره لكل حاجه، انتوا كنتوا موجودين، انتوا حقيقي اللاعب رقم
واحد. ان شاء الله ان شاء الله خلال الحلقه نحتفل بالدوري مع بعض، وحتى لو ده ما حصلش بكره في احتفاليه عظيمه على قناه نادي الزمالك لكل الناس اللي شغاله هنا من قلبها، اللي مش احنا المذيعين اللي انتوا شايفيننا قدام الشاشات دي، لا، في كنترول وفي بروديوسرز وفي اخراج وفي اداره قناه محترمه، كل الناس دي بتشتغل شغل عظيم ومحترم علشان بكره يكونوا على قد الحدث والاحتفال ويفرحوكوا ويحسسوكوا بالفرحه قد ايه، علشان انتوا جماهير نادي الزمالك تستاهل ده. بكره في احتفاليه عظيمه عظيمه باذن الله قبل المباراه وبعد المباراه، هنكون مع حضراتكم على مدار اليوم بنحتفل، وفي ناس سهرانه بقالها ايام وشهور علشان تحتفل مع حضراتكم بكره وتكون بتقدم احتفاليه محترمه تليق بقناه نادي الزمالك اللي دايما موجوده في الميعاد واللي دايما رقم واحد في مصر بالتاكيد. طيب خلينا بقى نسيب الكوره شويه لحد ما مباراه فيوتشر وبيراميدز تخلص باذن الله في نتيجه لصالح نادي الزمالك، وعايزه اهني منتخب الطايره تحت 21 سنه اللي عمل انجاز جديد للرياضه المصريه، واستكمالا للمنتخبات المحترمه منتخبات الشباب والناشئين، واللي بقول لما المنتخبات الكبيره بتكسب بنفرح وننبسط ونقول لهم برافو وبنقول توفر لهم الدعم وكل الكلام ده، وبنقول ان احنا عندنا نجاح عظيم، لكن لما بنقول ان في منتخبات شباب وناشئين قادرين انهم يفوزوا ويكسبوا فده لازم تقف عنده، وبقالنا ما شاء الله فتره عمالين نقول اخبار محترمه جدا عن قد ايه منتخبات الشباب والناشئين بيفوزوا ببطولات افريقيه وبيتواجدوا في مستويات عاليه جدا على البطولات العالميه، ده يخليك تبقى مطمن. ليه مطمن؟ لان انت عارف ان النجاح اللي فوق ده مستمر، لان انا دايما بقول لو عايز تاخد نجاح باي لك او نجاح كده على الجاهز او نجاح مره كده من كل خمس ست بطولات افريقيه، اشتغل على المنتخبات الكبيره، لكن لو عايز تتربع على العرش الافريقي في كل الالعاب وتكون موجود في الثمانيه الكبار او الاربعه الكبار في كل الالعاب، لازم يكون فكرك ان النجاح ده هيبدا من تحت، هيبدأ من تحت من منتخبات الشباب والناشئين بالنسبة للمنتخبات، وهيبدأ من البراعم والأكاديميات على مستوى الأندية، هو ده مفهوم استمرار النجاح. لكن النجاح اللي هو بيبدأ من فوق بس ده وإحنا بندعم المنتخبات الأولى والفرق الأولى واللعيبة الأولمبيين وكل، لا، ده خلاص ده وصل ونجح اوريدي. انت محتاج عشان تحافظ على استمرار النجاح ده بعد اعتزال مثلا الاجيال الكويسه الموجوده دلوقتي، انك تبدا من منتخبات الشباب والناشئين على مستوى المنتخبات ومن البراعم والاكاديميات على مستوى الانديه، وده اللي حاصل الحمد لله، وده اللي بيخلينا حاسين ان احنا ماشيين صح، انه النجاح موجود مش بس في المنتخبات الكبيره لا كمان على مستوى الشباب والناشئين، وده بيطمنك على الرياضة المصرية. منتخب الطايرة تحت 21 سنة قدر يفوز على تونس في تونس بالبطولة الإفريقية بنتيجة 3-1، 25-17، 25-22، 25-21 لصالح تونس، و 25-23 أخيرا لصالح منتخبنا الوطني علشان يفوز ببطولة إفريقيا تحت 21 سنة على منتخب تونس في قلب تونس. ألف مليون مبروك لمنتخبنا بالتأكيد، وعلى فكرة المنتخب ده بيشهد جيل جديد من النجوم قادرين على استعادة أمجاد كرة الطائرة المصرية، واللي إن شاء الله قادرين على حصد الألقاب خلال الفترة اللي جاية. خلينا نطلع التقرير ده ومنه الفاصل ونرجع نكمل أخبارنا، استنونا. في إنجاز جديد للرياضة المصرية، حقق منتخب مصر للشباب لقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة تحت 21 عاماً والتي اختتمت اليوم بتونس، وشهدت البطولة مولد جيل جديد من النجوم قادرين على استعادة أمجاد كرة الطائرة المصرية التي طالما سيطرت على منصات التتويج في القارة السمراء. وفاز منتخب مصر بلقب بطولة إفريقيا للشباب بعد الفوز على منتخب تونس صاحب الأرض والجمهور في المباراة النهائية باستمرار للمستوى الرائع الذي ظهر به خلال مباريات البطولة، وحقق شباب الفراعنة نتائج غير مسبوقة
في البطولة، حيث تأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا بالفوز على منتخب نيجيريا بنتيجة 3-1 بعد الفوز على منتخب المغرب في ربع النهائي بنتيجة 3-0. وفي دور المجموعات تمكن منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة من الحصول على العلامة الكاملة وتصدره المجموعة بعد الفوز في أولى المباريات على منتخب رواندا بنتيجة 3-0، ثم الفوز في المباراة الثانية على منتخب الكاميرون بنتيجة 3-0 أيضاً، قبل الفوز في المباراة الثالثة على المنتخب المغربي بنفس النتيجة، لينهي شباب فراعنة الكرة الطائرة دور المجموعات دون خسارة أي شوط. وتضم كتيبة أبطال منتخب الشباب رباعي فريق طائرة الزمالك تحت 21 سنة حازم أشرف رشاد وياسين أشرف أبو الحسن وعبد الرحمن أحمد الشحات وياسين محمد عيد، إلى جانب اللاعبين محمد ياسر وزياد أسامة وأحمد ياسر وعلي وائل وأحمد وائل أنديل وحمزة حمدي وأحمد إبراهيم عبد السميع وعبد الله أسامة. الفوز باللقب بطولة إفريقيا والأداء المميز الذي ظهر به شباب الفراعنة يؤكد أن الرياضة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو مستقبل مشرق. بداية الأخبار عندنا من فريق كرة الطائرة بنادي الزمالك، والبداية مع المحترف الإسباني إنجاز فيينا اللي هينضم للفريق بعد بكرة إن شاء الله في معسكر الإمارات، وده استعدادا لبطولة بنياس الدولية. زي ما حضراتكم عارفين طبعا الفريق موجود حاليا في إمارة العين بعد انتهاء مشاركته في بطولة العين الودية الدولية اللي ظهر فيها الفريق بشكل مميز جدا وقدر يحصل على المركز الثاني خلف منتخب السعودية واللي شارك في البطولة بكامل صفوفه واحتل المركز الأول. طبعا بطولة مهمة جدا جدا، وزي ما قلت لحضراتكم منتخب السعودية كان متواجد بكامل صفوفه، والزمالك ناقصه حوالي 10 لاعبين ما بين لعبته مع المنتخب، ما بين ناشئين مع او شباب مع منتخب الشباب، ما بين كمان المحترف الاسباني اللي موجود مع منتخب بلاده، فبتكلم تقريبا في حوالي 10 لعيبة لسه مكملين مع الفريق الاول للكره الطايره بنادي الزمالك، واللي سيطر كمان ما شاء الله على اغلب الجوائز الفرديه لبطوله العين الوديه بعد ما حصد زي ما قلت لحضراتكم كاس المركز الثاني في البطوله. الجوائز الفرديه كانت لمين بقى؟ شهدت طبعا حصول الكوبي يوسيفاني هرنانديز على لقب افضل لاعب في البطوله، كمان حصل رشاد شبل على جائزه افضل حائط صد في البطوله، والبطولة كمان شهدت تألق للصفقات الجديدة خصوصا زياد محمد اللي شارك بدلا من أشرف اللقاني بعد تعرضه للإصابة، كمان اللاعب محمد عفيفي اللي قدم أداء كبير، كمان شريف الشرقاوي ظهر بشكل مميز خلال البطولة، وده يطمنك انك لا ما عندكش صف أول بس، لا عندك صف أول وتاني وتالت وعندك لعيبة في كل المراكز على أعلى مستوى لما بيكون عندك موسم طويل ومضغوط، فبتبقى بتطمن لفكرة انك عندك في كل مركز واحد واثنين وتلاتة، فده بيطمنك على روتيشن، بيطمنك ان انت عندك لعيبة على اعلى مستوى تقدر لو لا قدر الله في اصابات في بعض الاجهاد في اي حاجة يكون في لعيبة متواجدة باذن الله. لسه مكملين مع الفريق الاول لكرة الطائرة بنادي الزمالك واللي هيوصل مدينة بنياس يوم طبعا بامارة ابو ظبي يوم الاربع اللي جاي استعدادا للمشاركة في تاني البطولات الودية اللي بيستعد من خلالها الفريق للموسم الجديد.
البطولة بيستضيفها طبعا نادي بنياس، وهتبدأ يوم الجمعة اللي جاي، وبيشارك فيها مع الزمالك وبنياس فرق الجزيرة الإماراتي، أهلي جدة السعودي، والنصر البحري. أول مباراة للزمالك هتكون قدام الجزيرة الإماراتي يوم الجمعة الساعة 3 العصر، تاني مباراة هتكون مع بنياس يوم السبت الساعة 5 العصر، والمباراة الثالثة هتكون قدام أهلي جدة يوم الحد الساعة 5 مساء. هيختتم الزمالك مشاركته في البطولة ومواجهة النصر البحريني يوم الثلاث الساعة طبعا يوم 30/8 يعني الساعة 3 العصر. كل التوفيق لفريق الزمالك بإذن الله، وزي ما قلت لحضراتكم أهم حاجة في البطولة دي إن أنا النهاردة أخرج من التارجت اللي أنا محتاجه من البطولة، اللي هو إيه؟ اللي هو استعدادي من خلال البطولات دي، من خلال الاحتكاكات الدولية مع الفرق دي، إن أنا بستعد بشكل أكبر للموسم اللي أنا داخل عليه، بدل ما يبقى الموضوع كله عبارة عن تمرين على فترتين مثلا ماتش أو اتنين وديين في الأسبوع وخلاص كده، بيبقى في نوع من الملل. أنا بكسر حاجز الملل ده إن أنا باخد الفرقة وأطلع معسكر ودي في الإمارات، بلعب خلاله بطولتين وديتين، مش بس كده، بأهل اللعيبة بتاعتي المحلية إنهم إن شاء الله يكونوا في التوب فورم بتاعهم، علشان لما اللعيبة الدولية تيجي سواء الست لعيبة اللي مع الدرجة الأولى المنتخب الأول، أو الثلاث لعيبة اللي مع منتخب الشباب، أو المحترف الإسباني اللي مع منتخب إسبانيا منتخب بلاده، لما كل الناس دي تتجمع مع بعضها يبقى كلهم في التوب فورم، يبقى كلهم استعدوا بشكل كبير جدا من خلال الاحتكاكات الدولية والبطولات الودية وكل الكلام ده، يبقى كلهم وصلوا لأعلى فورمة أو للتوب فورم في البدني وطبعا الجزء الفني والتكتيكي. بعد ما خلصت أخبار الكرة الطايرة يا شباب، وبتقولوا النتيجة كام؟ فيوتشر أحرز هدف دلوقتي في مرمى بيراميدز بنتيجة 1-0 طبعا عن طريق عمر كمال عبد الواحد بالتأكيد، طبعا حاجة عظيمة جدا. لحد دلوقتي النتيجة في صالح نادي الزمالك، وإن شاء الله تنتهي المباراة بنفس النتيجة والزمالك يقدر إن هو يحسم الدوري، ونحتفل مع حضراتكم في ملوك الصلاة النهاردة، وبعدية أكيد في برنامج زملكاوي هتكون الاحتفالات كبيرة جدا جدا جدا. بعد ما خلصت أخبار الكرة الطايرة خلينا نروح لأخبار كرة السلة. الواحد تحس انه بيكمل الاخبار كده ونفسه مفتوحه اكتر، يعني فرحان اكتر كده. خلينا نروح للامريكي توهو لواي لاعب سله الزمالك، اللي بقى جاهز للمشاركه طبعا مع الفريق في مباراه زفره اللي هتتلعب يوم الاربعاء اللي جاي ضمن منافسات بطوله الوحده الوديه، واللي هتستمر لحد يوم 26 واللي بتتلعب طبعا في الامارات. توهو لواي كان تعرض طبعا لكدمة في نهاية مباراة الفريق أمام الوصل الإماراتي، وفضل الجهاز الفني منحه راحة في مباراة طبعا الوحدة. الفريق النهاردة عمل ريكفري لعبد الرحمن سعد طبعا، وكان في طبعا تمارين استشفائية، وكان في تمارين النهاردة، وطبعا بعد وصول اللاعب طبعا عبد الرحمن سعد الفجر النهاردة. الفريق كان امبارح فاز على الوحدة الإماراتي بنتيجة 86-53 قبل تحقيق الفوز على الوصل في المباراة الأولى بنتيجة 76-72. طيب الفريق الأول كمان لكرة السلة سيدات بيواصل التدريبات استعدادا للموسم الجديد. الفريق بيتدرب بدني وتصويب على الباسكت بالتأكيد. كمان محترفة الفريق الأمريكية براتني ديكانز هتوصل القاهرة إن شاء الله، القاهرة يوم 10 أكتوبر اللي جاي. كمان كابتن عمرو عاشور المدير الفني للفريق بيدرس إقامة معسكر مغلق للفريق في اسكندرية ابتداء من الشهر اللي جاي، وهيلعب هناك عدد من الماتشات الودية. كل التوفيق طبعا لكل فرق الصالات بإذن الله. بعد ما خلصت أخبار كرة السلة خلينا نروح لأخبار كرة اليد. وديحيا عملها يسيبها الحسن وليد، معاه الجديد والمفيد في ايدك يا حسن يا وليد. ويحيى هذه لعبته حلوه، حاول شادي على الدايره ولكن ده العادل كريم الداوي بالتميز داوي.
نروح للفريق الاول لكره اليد بنادي الزمالك اللي هيلعب ماتشين وديين في الاسبوع الحالي، وده استعدادا للموسم الجديد واللي هتكون فيه ارتباطات كتيره. كوماندوز اليد هيلعب يوم الاربع اللي جاي مع فريق هليوبلس الساعه 6 مساء، ويوم الخميس الساعه 8 مساء مع الجزيره على صاله النادي في ميت هوب. الفريق كان لعب ماتش ودي طبعا مع الزهور وقدر انه يفوز بنتيجه 36-26. الفريق طبعا بيواصل تدريباته على صاله النادي تحت قياده الاسباني ماتيو جارالدا، وسط حاله من التركيز والحماس على الجميع مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، واللي هتكون بدايته طبعا ببطوله السوبر المصري ايام 10 و12 سبتمبر اللي جاي امام سبورتنج والاهلي. كمان عايزه اطمن الجماهير ان ملف المحترف قرب يخلص باذن الله، والمفروض انه هيكون محترف سوبر ان شاء الله من اجل دعم الفريق باذن الله. طيب خلينا نروح للتقرير ده ونرجع نكمل اخبار. عن بطولة جديدة يضيفها إلى سجله الذهبي محليا وقاريا وعربيا، يستعد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك للمشاركة في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس، والتي تستضيفها تونس في الفترة من 17 إلى 27 من سبتمبر المقبل، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب المقرر إقامتها في السعودية. كوماندو زياد الزمالك بعد أن فرض هيمنته على كرة اليد محلياً بالاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الرابع على التوالي، كما واصل زعامته لقارة إفريقيا بالتتويج بلقب البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس في النسخة الأخيرة للمرة السادسة في تاريخه، يبحث عن لقب جديد على الصعيد العربي والتتويج بالبطولة العربية للمرة الثانية بعد أن حقق اللقب عام 1999. رفاق القائد أحمد الأحمر يخوض منافسات البطولة العربية للأندية من أجل ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، الأول هو الفوز باللقب والعودة لمنصة التتويج العربية، والهدف الثاني هو التأهل لكأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي، بعدما اعتمد الاتحاد الدولي لكرة اليد قراراً بمشاركة بطل العرب في مونديال الأندية المقبلة. ارتباطات كثيرة تنتظر فريق يد الزمالك بقيادة الإسباني ماتيو جارالدا في الموسم الجديد، بداية من كأس السوبر المصري يومي 10 و12 من سبتمبر المقبل، ثم البطولة العربية للأندية، وبعدها بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، والتي يحمل الكوماندوز الرقم القياسي في التتويج بلقبها 12 مرة وحامل اللقب في آخر 3 نسخ، ثم حملة الدفاع عن لقب دوري المحترفين. وكانت إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعاقدت مع المدير الفني الإسباني صاحب الخبرات الكبيرة لقيادة الكوماندوز، كما حافظت على القوام الأساسي للفريق بتجديد عقود جميع اللاعبين، إلى جانب التعاقد مع ثنائي سبورتينج المتألق شادي خليل ومحمد ياسين، وفي انتظار الإعلان عن محترف سوبر خلال الأيام المقبلة لتدعيم صفوف الكوماندوز من أجل التتويج بجميع البطولات في الموسم الجديد. طموحات وأحلام كبيرة يسعى فريق كرة اليد بالزمالك إلى تحقيقها خلال الموسم الجديد في جميع البطولات، خاصة وأن الكوماندوز اعتاد دائما على معانقة الألقاب والصعود لمنصات التتويج على مدار التاريخ، فهم حقا صناع المجد وتجار السعادة في ألعاب الصالات بقلعة البطولات. نروح لنادي الزمالك اللي وصلوا خطاب من اتحاد كرة اليد طلب فيه انضمام لعبتين من فريق كرة اليد السيدات بالزمالك لأول معسكر لمنتخب مصر الأول لكرة اليد. منتخب مصر لكرة اليد سيدات طلب ضم ثنائي الزمالك سهيلة خالد وسارة يحيى لمعسكر المنتخب اللي هيبدأ يوم الأربع اللي جاي في المركز الأولمبي بالمعادي، وهيستمر المعسكر لحد يوم 27 من نفس الشهر، وده في أول تجمع للمنتخب الأول لكرة اليد اللي تم الإعلان عن تكوينه من أيام. فريق يد السيدات طبعا الزمالك بيلعب مباراة ودية دلوقتي مع فريق سبورتنج في المعسكر المقام في الأسكندرية ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد. عايزة أقف في الخبر ده على حاجتين، حاجة حلوة وحاجة وحشة. الحاجة الحلوة إيه؟
الحاجة الحلوة ان ده اول تجمع لمنتخب مصر للسيدات لمنتخب السيدات لكرة اليد. ده خبر بقى انا اتكلمت في القصة دي بدل المرة الف ان انا عانيت من القصة دي وكل جيلي عانى والاجيال اللي بعد كده عانت فكرة انك ما يبقاش عندك منتخب اول لكرة اليد السيدات، وقد ايه كنا فرحانين واحنا بنعلن عن الخبر ده، وانه قلت يعني الحمد لله ان انا عشت لحد ما بقيت حتى اني جزء ان انا بعلن عن الخبر ان بقى في منتخب سيدات لكرة اليد. ما ينفعش يبقى عندك منتخب الرجال في المكانة دي على مستوى الأولمبيات وبطولات العالم والبطولات القارية ومتربع وبفارق كبير عن أقرب منتخب ليه مثلا بفارق كبير ومتربع على عرش بطولة أفريقيا، ما يكونش عندك منتخب سيدات، خاصة أن عندك منتخبات 98 و2000 و2002 و2004 منتخبات عظيمة جدا، فتقدر تعمل منهم نواة للمنتخب غير المحليين اللي موجودين في أعمار أكبر من كده غير المحترفين، فده عزه يعني زي ما بيقولوا أنك يبقى عندك منتخب للسيدات. ففكرة أن أنا بعلن بقى خلاص أنه بقى أول تجمع، ده الحاجة الحلوة في الخبر وفكرة المنتخب نفسه، دي الحاجة الإيجابية. طب نيجي للحاجة اللي مش حلوة قوي، وهو أنه انضمام سهيلة خالد وسارة يحيى ده شيء بالنسبة لي مفرح جدا، لأن أنا عارفة إمكانيات الاتنين بشكل غير طبيعي، البنتين على أعلى مستوى، بس أنا شايفة أن الزمالك في لعيبة كمان ممكن تدخل المنتخب، اتنين بس من الزمالك ده بالنسبة لي علامة استفهام أو علامات استفهام. ما ينفعش أن أنت تبقى بتضم من نادي الزمالك اتنين لعيبة مع التوليفة كمان اللي موجودة مع الصفقات الجديدة مع كل الناس دي وتقول لي أن الخطاب أو الفاكس المبعوث اتنين لعيبة، ده بالنسبة لي غريب. يعني أنا شايفة أنه ولسه بدري على يعني على فكرة أن احنا نعترض أو نزعل أو الكلام ده كله، لسه بدري يعني الدوري لسه هيبدأ، والغريب برضو أن أنت الدوري لسه ما بدأش، يعني الطبيعي تدي فرصة الناس أكتر، هما لما الدوري يبدأ ده أنت هتبدأ تبقى بتختار بقى اللي على الفرازة اللي هما يعني أحسن حاجة، فالنهاردة لما الدوري لسه ما بدأش وبتختار اتنين بس، هما لما الدوري يبدأ يعني الطبيعي ان انت كنت تاخد عدد اكبر من كده شوية من نادي الزمالك، لانه عندهم عناصر كويسة جدا ويستاهلوا انهم يبقوا موجودين. ففكرة انضمام اتنين بس من نادي الزمالك ده بالنسبة لي مش علامة استفهام واحدة، لا ده علامات استفهام كتير، بس مش عايزين ان احنا ايه نعمل قضية يعني ونعمل قصة من دلوقتي لانه لسه بدري، ده اول تجمع والبطولة الافريقية تقريبا لسه في شهر 11، هو لسه بدري، بس احنا لازم من اول مرة او من اول تجمع نقف ونقول انه لا لسه في او لسه كنا او احنا شايفين انه لا في لعيبة اكتر من كده يستحقوا الانضمام لمنتخب مصر. دي نقطة ما قدرتش ان انا فوتها بصراحة. طيب دي يمكن اهم الاخبار داخل نادي الزمالك، خلينا نروح لاهم الاخبار خارج نادي الزمالك. منتخب مصر الوطني الاول لكره الطايره بقياده كابتن حسن الحصري اللي هيبدا مشواره في بطوله العالم يوم الجمعه اللي جايه، وده بمواجهه منتخب هولندا الساعه 2 الظهر بتوقيت القاهره، وهيلعب المباراه الثانيه يوم الاثنين 29 اغسطس مع منتخب ايران الساعه 3 العصر، واخيرا هيلعب مع الارجنتين يوم الاربعاء 31 مارس الساعه 11 صباحا. زي ما عارفين ان الزمالك بيدعم منتخب الطايره بست لاعبين، وهم رضا هيكل، محمد مصطفى لعبه، محمد مهدي، محمد مجدي جون، احمد فتحي، محمد رضا، وطبعا زي ما عارفين منتخبنا كان فاز على منتخب تركيا في اخر تجاربه الوديه بنتيجه 3-1. على فكره منتخب تركيا من المنتخبات الثقيله يعني في الكره الطايره، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. طيب خلينا نروح لمنتخب شباب اليد مواليد 2002 اللي قدر يحقق الفوز الثاني على التوالي في بطولة افريقيا في نسختها ال 29 واللي بتقام فعالياتها في رواندا في الفترة من 20 ولحد 29 اغسطس.
منتخب الشباب قدر انه يحقق الفوز على منتخب الكونغو بنتيجة 40-23 في المباراة اللي اتلعبت النهاردة. الشوط الاول انتهى بتقدم منتخبنا الوطني بنتيجة 21-9 وواصل التقدم وقدر يحسم المباراة بفارق 17 هدف. منتخب اليد كان افتتح مشواره في البطولة امبارح بعد فوزه على ليبيا بنتيجة 40-23 في الجولة الثانية. منتخبنا هيلعب يوم الأربع مع منتخب الجزائر في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة. قائمة منتخب مصر للشباب بتضم 5 لعيبة من الزمالك وهم يوسف حاتم، هشام صلاح، محمد سمير بوشة، وعمر الفولي، ومحمد طارق. كل التوفيق ليهم بإذن الله في كل ما هو قادم. أما عن منتخب مصر لكرة اليد للكراسي المتحركة واللي بيستعد لبطولة العالم اللي هتستضيفها مصر في الفترة من 17 سبتمبر ولحد 26 من نفس الشهر، والبطولة هتقام فعالياتها على صالة دكتور حسن مصطفى مدينة أكتوبر 6 أكتوبر، وهي البطولة الأولى من نوعها في التاريخ، وهيشارك فيها 6 دول هم مصر والهند وهولندا وسلوفينيا والبرازيل وتشيلي. طبعا دكتور محمد الامير رئيس اتحاد كره اليد حرص على زياره تدريبات منتخب كره اليد للكراسي المتحركه، واجتمع مع مدربي منتخب مصر الكابتن وائل عبد العاطي والكابتن ابراهيم نصر لمعرفه اخر الاستعدادات للبطوله باذن الله. كمان رئيس الاتحاد اجتمع مع اللعيبه واتكلم معاهم علشان يحفزهم من اجل الفوز بالبطوله اللي هتقام لاول مره. طبعا الواحد لما بيشوف حاجه زي كده بيتبسط لانه بيحس انه هي قصه كلها. يعني انا اول مره اشوف بطوله لكره اليد للكراسي المتحركه، بتحس ان الناس مش هو الفكره الاهتمام بالمنتخبات الاولى لا، احنا كمان محتاجين ان احنا نهتم بذوي الهمم، لان هم فعلا اكتر ناس. لو تتفرج على الاولمبيات وكل الكلام ده هتلاقي ان الناس دي اكتر ناس بيحققوا ميداليات، اكتر ناس بجد ما فيش في قاموسهم حاجه اسمها مستحيل ولا صعب ولا ما ينفعش ولا ما اقدرش ولا فيش الكلام ده خالص. فبجد بشوف انهم يستاهلوا ان احنا نعمل كل حاجه ممكن تتعمل علشان يفضلوا مستمرين في انجازاتهم دي، وعلشان يفضلوا يبهرونا ويعلمونا يعني ايه الاراده والتحدي بالتاكيد. طيب استكمالا للإرادة والتحدي والناس الجميلة دي، خلينا نروح للاتحاد المصري للمكفوفين اللي أعلن النهاردة عن إدراج بطولة العالم للجودو للمكفوفين اللي هتنظمها مصر خلال الفترة من 9 ولحد 19 مارس 2023 بمدينة الأسكندرية، وهتكون ضمن أجندة البطولات الرسمية للاتحاد الدولي للمكفوفين والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية 2024 في باريس. مصر حصلت على شرف تنظيم البطولة لأول مرة في الشرق الأوسط وإفريقيا بعد إشادة الاتحاد الدولي بالتطور اللي بتشهده مصر خلال السنوات الأخيرة على مستوى تطوير الطرق والمنشآت في مختلف أنحاء الجمهورية. طبعا كل التوفيق ليهم في كل ما هو قادم بإذن الله. خلينا نروح لاتحاد محترفي الاسكواش اللي اعلن تغيير نظام تصنيف اللاعبين المحترفين والمحترفات خلال الفتره اللي جايه، وهيتم الاعلان عن التصنيف العالمي اسبوعيا بدلا من شهريا زي ما بيحصل في تصنيف التنس. اتحاد محترفي الاسكواش قال في بيان رسمي ان التغيير هيكون اعتبارا من يوم الاثنين 29 اغسطس الجاري. واتحاد محترف الاسكواش كان بيصدر التصنيف مع بداية كل شهر قبل ما يعلن بشكل رسمي عن النهاردة عن تغيير النظام. والمفروض ان الموسم الجديد هيبدأ موسم 2022-2023 لأبطال الاسكواش هيبدأ في شهر سبتمبر بإذن الله اللي جاي، وهتكون أول بطولة بطولة قطر كلاسيك اللي هتقام في الفترة من 4 لحد 10 سبتمبر، وهيشارك في البطولة عدد كبير من أبطال الاسكواش المصريين أبرزهم علي فرج، يوسف سليمان، مروان الشرباجي، مازن هشام، فارس دسوقي، كريم الحمامي، وطارق مؤمن. أما عن بطولة الأهرام الدولية للاسكواش فهتتلعب في مصر ابتداء من يوم 19 سبتمبر اللي جاي بإذن الله.
السكواش دايما من الالعاب اللي بجد بنفتخر بيهم بشكل كبير، ودايما بقول اني بتمنى انهم في يوم من الايام يكونوا لعبه اولمبيه، لان مصر متفوقه فيها بشكل كبير جدا، وهنضمن على الاقل فيها ميداليتين اولمبيتين يعني. فبتمنى في يوم من الايام ان شاء الله ان السكواش تكون لعبه اولمبيه. بعد ما خلصت اخبارنا عايز اقول كالعاده ان الكل قصة بطل والكل بطل حكاية، وبطل قصتنا النهاردة كابتن فادي هاني نجم الزمالك السابق لكرة السلة، واللي مش بس نجمه هو لاعب، لأ كمان نجم كبير في مسيرته التدريبية. خلينا نشوف التقرير ده عنه ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بطولاتنا كتير واساطيرنا اكتر، علشان كده احنا ملوك السلة في مصر، وهنفضل ملوك الصلاة مش السلة بس. في كل جيل هتلاقي بدل النجم 10 ويمكن اكتر شوية قدروا يحصدوا الالقاب ويضيفوا انجازات كتير لقلعة البطولات. ما هو التواجد على المنصات ده ما بيجيش من فراغ، لا ده في ناس كتير تعبت وعرقها روى الصلاة، علشان كده بقوا أبطال في قصص وكل جيل بيرويها للجيل اللي بعده. بطل قصتنا النهاردة واحد من اللي تربى داخل جدران نادي الزمالك، علشان كده هو الابن الشرعي لقلعة ميت عقبة. بطل قصتنا النهاردة هو فادي هاني، لاعب الزمالك ومدربه السابق في كرة السلة. فادي هاني بدأ قصته مع لعبة العمالقة في فريق الناشئين بنادي الزمالك وهو عنده 16 سنة، وبعد كده تدرج لحد ما وصل للفريق الأول وبقى من العناصر الأساسية، وساهم بشكل كبير في حصد عدد كبير من البطولات والألقاب، منها بطولة إفريقيا وبطولتين للدوري وزيهم كأس مصر، ده غير بطولات كتير في قطاع الناشئين. بطل قصتنا انتقل بعد كده لفريق الشرقية للدخان، وبعدها أعلن اعتزاله لعبة العمالقة واتجه للتدريب ودرب المنتخب المصري تحت 17 سنة، واللي قاده في بطولة إفريقيا وكأس العالم في ليتوانيا، وبعدها درب فريق المصرية للاتصالات واللي صعد بيه من الدوري الممتاز به، ووصل معاه للمركز الرابع بدوري السوبر والمركز الثالث في كأس مصر، وبعدها رجع لتدريب الفراعنة مرة تانية لمنتخب 17 سنة في بطولة إفريقيا وكأس العالم في دبي، قبل ما ينتقل إلى المنتخب المصري الأول لكرة السلة ويتولى مهمة المدرب العام ومساعد المدير الفني للمنتخب الأول عمرو أبو الخير، ثم العودة للزمالك، وبعدها درب فريق سموحة. فادي فريد هو واحد من أبناء النادي المخلصين اللي قدموا كتير للقميص الأبيض، علشان كده هيفضل بطل من الأبطال التاريخيين في كرة السلة الزملكاوية. طبعا تقريرنا كان عن كابتن فادي هاني بالتاكيد، واحد من اساطير كره السله الزملكاويه والمصريه بالتاكيد، واللي بيعمل برضو انجازات محترمه جدا في مسيرته التدريبيه. طيب مباراه الزمالك ومباراه فيوتشر وبيراميدز دلوقتي، النتيجه 1-0 لصالح فيوتشر، واحنا في الدقيقه يعني تقريبا احنا الدقيقه 91 كمان، صح يا شباب كده؟ احنا في الدقيقه 92، والمفروض انه في 4 دقائق وقت بدل ضايع مع انتهاء المباراة بالنتيجة دي، مع باقي دقيقتين حتى لو بيراميدز تعادل هيكون الزمالك بيتوج رسميا ببطولة الدوري، وهنكون نازلين مباراة الاتحاد بكرة ان شاء الله الزمالك يفوز فيها وكل حاجة، ولكن هنكون نازلين بدون اي ضغوط علشان بس في نهاية المباراة نحتفل بإذن الله بتسليم الزمالك درع الدوري بإذن الله للموسم الثاني على التوالي. طبعا احنا بنعيش دلوقتي وقت جميل جدا جدا وعظيم جدا وموسم استثنائي واعجازي، فكره ان انت تبقى بتتوج كبطل الدوري وانت ممنوع من قيد فترتين على التوالي، يعني ما دعمتش فريقك باي صفقات، اعتمدت على الناشئين، يعني حقيقي سبك مجموعة كمان كبيرة من النجوم في وسط الموسم، ولكن الإدارة فضلت في ظهر الجهاز الفني. الجهاز الفني كان مؤمن جدا بكل اللعيبة اللي عنده، قدر يوظفهم، قدر يخليهم كلهم ليهم دور، قدر يخليهم كلهم نجوم، قدر يخليهم كلهم جماهير الزمالك ترتبط بيهم، قدر يخلي كل واحد فيهم يكون مفتاح الفوز في مباراة، سواء لاعب ناشئ أو لاعب كبير أو لاعب حتى متوسط العمر أو لاعب خبرة، كل واحد فيهم كان ليه دور. اللعيبة الناشئين كان ليهم دور، كان كمان
اللعيبه متوسط الاعمار، النجوم كان ليهم دور. شيكابالا الراجل اللي عنده 36 سنه كان ليه دور، كان ليه دور في كل مباراه، بينزل في وقت من الاوقات ليه دور. طبعا مدير الكورة أمير مرتضى، الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور، الجهاز الفني، كل حاجة كل حاجة. الجماهير، الجماهير اللاعب رقم واحد اللي فضلوا، اللي فضلوا إنهم طول الوقت بيدعموا فريقهم في كل اللحظات، في مراحل انتقالية، في انكسارات، في خسارة، لحد ما وصلوا للفرحة الحقيقية. يعني أنا سعيدة جدا بتواجدي ومحظوظة جدا بتواجدي في اللحظة دي، في اللحظة اللي هبلغكم بيها بفوز الزمالك بالدوري العام. ثواني بتفصلنا عن فوز الزمالك بالدوري العام للمرة الثانية على التوالي. مفيش أحلى من كده فرحة، مفيش أحلى من كده انتصار. اللي يقولك أصلك فزت السنة اللي فاتت بالدوري حظ، قول له لا يا حبيبي، الحظ ما بيبقاش مرتين على التوالي. الزمالك رسميا بطل للدوري المصري للموسم الثاني على التوالي، ومش بس كده بطل كاس مصر، وان شاء الله يكون بطل كاس مصر للموسم الثاني على التوالي. تستحقوها يا جماهير الزمالك، إدارة الزمالك تستحق، جماهير الزمالك تستحق، الجهاز الفني، اللعيبة، كلكم تعبتوا علشان توصلوا للنقطة دي، حاربتوا كل حاجة، كل حاجة، كل حاجة حاربتوا، كل حاجة حاربتوا، وقف القيد لفترتين، حاربتوا كل الظروف، اللعيبة اللي سابتنا في وسط الموسم مفيش حد واقف، ابتداء من الإدارة لمدير الكورة للجهاز الفني للعيبة للجماهير اللي على راس كل الكلام ده، اللي كلهم 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 كانوا مؤمنين ان مفيش حاجة هتوقفهم، وانهم هيبقوا أبطال الدوري للموسم الثاني على التوالي، وأخيرا الدوري في 100 عقبة. الدوري في 100 عقبة. جماهير الزمالك، الدوري في 100 عقبة، ألف مليون مبروك، أنتم بطل القصة، أنتم اللاعب رقم واحد. أنا قلت إن أنتم جماهير مثقفة، جماهير واعية، جماهير فاهمة، جماهير موجودة دايماً في الميعاد، موجودين في الانكسار قبل الانتصار، فطبيعي تكونوا موجودين النهاردة وفرحانين بفوز الزمالك للموسم الثاني على التوالي بالدوري المصري. أنتم أكتر ناس تستحقوا الفرحة دي، وببارك لكل الناس اللي وصلتنا للنقطة دي، ابتداءً من الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور وكل أعضاء مجلس الإدارة بالتأكيد، كمان مدير الكورة أمير مرتضى، كمان الجهاز الفني بالكامل بقيادة طبعا فيريرا، كمان اللعيبة من أكبر لاعب لأصغر لاعب، من أول شيكابالا لحد يوسف أسامة نبيه، لعمال غرفة الملابس، لكل الناس، كل الناس اللي تعبوا علشان نوصل للنقطة دي ونبقى فرحانين النهاردة بفوز الزمالك للموسم الثاني على التوالي بالدوري المصري والفوز بكاس مصر، وفي الانتظار ان شاء الله بالفوز بالسوبر وكاس مصر للموسم الثاني على التوالي. تستحقوها يا زملكاويه، تستحقوا الفرحه دي، من قلبي بقول لكم مبروك، علشان انتوا بجد تعبتوا وفضلتوا ورا الزمالك في كل اللحظات، في كل اللحظات وفي كل المحن، انتوا موجودين في المحن قبل الافراح، انتوا موجودين في كل المحافظات، انتوا بتلفوا ورا الزمالك في كل المحافظات، انتوا بجد بتفرحوا من قلبكم وبتزعلوا من قلبكم وبتحبوا الزمالك، وبتروح إدارات وبتيجي إدارات، وبتروح أجيال وتيجي أجيال، وبتروح أجهزة فنية وبتيجي أجهزة فنية، وبيروحوا مذيعين ويجوا مذيعين، وانتوا موجودين دايما ورا الزمالك، مالكوش دعوة بالأسماء، انتوا دايما ورا الكيان ودايما موجودين في الميعاد. من قلبي بقول لكم الدوري في 100 عقبة، ومن قلبي بقول لكم مبروك بالتأكيد. وبنورني وشرفني النهاردة وش السعد الأستاذ أمير نبيل الناقد الرياضي، طولنا عليك، منورنا بس احتفالات الزمالك وفرحة الزمالك فرضة نفسها بالتأكيد. بالتأكيد طبعا، أهلا بك أستاذة نيرة، ويعني مبروك، مليون مبروك لكل جماهير نادي الزمالك، حدث تاريخي، حدث يستحق أن احنا نبقى يعني سعداء بالنسبة لجماهير نادي الزمالك النهاردة، حقها تفرح، حقها تحتفل، لقب النهاردة أو بطولة الدوري اللي اتحقق النهاردة إنجاز بكل المقاييس. احنا بنتكلم عن ظروف استثنائية بالنسبة لفريق الكرة، حقق فيها الموسم اللي فات بطولة الدوري، وتزداد الأمور صعوبة على الفريق، يعني كأنك بتحط له عقبات وصعوبات أكبر في طريقه عشان يحقق، تشوف هيقدر يحقق اللقب ولا لا. لكن الحقيقة اللعيبة كان على مستوى المسؤولية دعم لا محدود من الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور، الجهاز الفني على أعلى مستوى، يعني بروفيسور مستر فيريرا، يعني
يحسب له بفضل كبير جدا في فوز ببطوله الدوري. الجماهير طبعا اللي هي الداعم الاساسي اللي كانت ورا فريق الزمالك والفوز بالبطوله، يعني ما تاخرتش عن المسانده في كل المباريات وفي كل الدعم دايما في الاوقات الصعبه قبل الاوقات اللي فيها بيحقق الفريق الانتصار. بطوله مستحقه بكل تاكيد بكل المقاييس. مليون مبروك لنادي الزمالك وجماهيره. فرحه كبيره، فرحه كبيره. انت موقوف من القيد لفترتين، والناس يعني حاربوا كل حاجة، لعبوا بالناشئين، لعبوا باللعيبة اللي موجودة، نجوم بتسيبك في وسط الموسم، ولكن إدارة بتدعم جهاز فني، جهاز فني بيلعب بالإمكانيات اللي عنده، لعيبة رجالة كانوا على قدر المسؤولية. حقيقي حالة كلها تخليك فرحتك بالدوري تكون مختلفة. فرحتك بالدوري مش أي دوري والسلام، مش دوري جايب فيه صفقات بملايين طبعا الجنيهات، ولا دوري مكتمل فيه لعيبتك بكامل نجومك، ولا دوري أنت قاعد فيه في مرحلة عادية، ولا لا، دوري مختلف بكل المقاييس، تحدي غير طبيعي. صحيح. شفته ازاي؟ شفت كل الظروف الصعبة دي ازاي؟ يمكن زي ما بقول لحضرتك، البطولة قوتها وأهميتها بتأتي من الظروف اللي بتتحقق فيها. يمكن الموسم اللي فات احتفلنا بالدوري بصعوبة الموسم اللي كان فيه، التغيرات على مستوى الإدارة اللي كانت حاصلة، اللي كانت بالتأكيد ما تديش أي استقرار لفريق الكرة، رغم طبعا يعني اللعيبة كانوا على قلب رجل واحد وفضلوا لغاية يمكن نفس مجموعة اللعيبة أو 90% نفس مجموعة اللعيبة، خلاص ما عندناش قيد، باب القيد يعني عقوبة إلقاء في القيد بتزيد صعوبة المهم على أي مدير فني في العالم يقدر يتعامل مع المجموعة أو السكواد اللي عنده ده. مش بس كده، بتزداد الأمور صعوبة إن في لعيبة عقدها بيخلص وبتمشي في توقيت حرج جدا من الموسم، مش هتقدر تمنع لعيب خلاص عقده خلصان ومش عايز يجدد معاك. فيعني الأمور ده عصر الاحتراف خلاص، النهارده أنت مش هتقدر تضغط على لعيب. بنتكلم على 6 لعيبة من العناصر الأساسية مشيت أو يعني ما بقتش معاك في الفريق في وقت حرج جدا من الموسم، بتنافس فيه على الأسابيع الأخيرة الحاسمة من الدوري، مباريات تقيلة، المباريات اللي هي اللي فعلا هتخليك تفرق عن المنافسين بتوعك. لكن رغم كل ده اللعيبة كانت على قدر المسؤولية وتحملت المسؤولية الكبيرة دي، وكانت على قدر ثقة الجماهير فيها. يمكن ثقة جماهير الزمالك، يمكن زي ما بتقولي فعلا جمهور الزمالك جمهور مثقف، جمهور بيبقى فاهم فعلا امتى يدعم فريقه وامتى شايف ان الفريق لما بيبقى فيه تقصير او حاجة بيبقى برضه بيبقى فيه عتاب، بيبقى فيه لوم، لكن دايما هو مساند، دايما هو واقف خلف فريقه، دايما بيدي نموذج للوفاء. فبالتالي وقوفه ورا اللعيبة دي كانت ثقة منه ان اللعيبة دي تقدر تحقق حاجة، بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة مستر فريرا، اللي يمكن لو نفتكر في يناير اللي فات مع الجهاز الفني السابق مستر كارتيرون ومشاركة بعض اللعيبة الشباب، ما كناش شايفين أنه ممكن يبقى في بادرة أمل من مستواهم مع الفريق الأول ولسه محتاجين شوية وقت. صحيح. النهاردة بلمسة سحرية من فريرا بإكساب الثقة للعيبة، بيتعامل مع اللعيبة بشكل ممتاز جدا، بيقدر أن هو يخليهم يطلعوا أفضل ما عندهم. فبالتالي وصلنا للنتيجة اللي احنا فيها دي، الزمالك بطل للدوري قبل 3 مواجهات من النهائي. صحيح. الناس وقفت قالك لا ده دول موقفين فترتين قيد والموضوع خلاص، هم مش هيقدروا يعملوا حاجة، مش هيقدروا يجيبوا الدوري. قدرنا ولعبنا وبالناشئين وباللعيبة اللي موجودة قدرنا نلعب شوية، وقال لك ده بن شرقي مشي، ده أبو جبل، ده طارق حامد، ده خلاص كده الدنيا هتقع، مهما كانوا في التوب فورم وعلي وعملوا مستويات ولا أروع، ده خلاص الموضوع انتهى لحد كده. فضلوا مكملين ومكملين، يعني قد ايه الانتصارات وقد ايه اللعب، ويعني حاجه عظيمه جدا جدا جدا. صحيح. الواحد فخور بيهم بشكل غير طبيعي، ابتداء زي ما بقول لحضرتك من الاداره ومدير الكوره والجهاز الفني واللعيبه، وعلى راس كل دول الجماهير الزمالك الوفيه العظيمه اللي بجد موجوده في المعاد. حاجه الاحتفالات مش طبيعيه، الناس فرحانه بشكل غير طبيعي. طبعا يعني الواحد سعيد جدا 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 بالانتصار، وقد ايه الموضوع عظيم جدا طبعا. جدا طبعا البيج الرسميه لنادي الزمالك دلوقتي نزلت كايرو از وايد، بالتاكيد طبعا القاهره بيضاء بالتاكيد، يمكن زي ما حضراتكم شايفين معانا على الشاشه، الدوري الاصعب والمشوار الاقوى لا يليق الا بالزمالك، درع الدوري يأبى الخروج من 100 عقبة ليحتفل داخل بيته الجديد، مبروك لكل ما هو زملكاوي.
نستحقها عن جدارة بالتأكيد. وزي ما بقول لحضراتكم كايرو إز وايد بالتأكيد. القاهرة النهاردة هتكون بيضاء، ولسه بكرة بعد مباراة الاتحاد وإحنا بنستلم درع الدوري بالتأكيد قد إيه هنحتفل، وهنحتفل في شارع جامعة الدول، وهنحتفل في كل مصر، كل أرجاء مصر بكرة هتكون بيضاء، ليلة بيضاء خالصة بإذن الله. وإن شاء الله الليلة ليلة بيضاء وخالصة، وبكرة هتكون ليلة بيضاء خالصة زملكاوية تستحق الاحتفال جماهير الزمالك وإدارة الزمالك ولعيبة الزمالك والجهاز الفني لنادي الزمالك، يستحقوا الاحتفال ويستحقوا ان النهاردة تكون ليلة سعيدة عليهم، وبكرة تكون ليلة سعيدة عليهم، والاحتفال بدرع الدوري اللي هيكون زملكاوي. قد ايه هتفرق مع اللعيبة يا امير انهم النهاردة الفوز او خلاص يعني الزمالك بطل للدوري رسميا النهاردة احسن ما كنا نستنى بعد مباراة الاتحاد بكرة، هتفرق ازاي او هتفرق في ايه؟ بالتاكيد هبقى نازل من غير ضغط، خلاص بقى المباراه بالنسبه لي هتبقى احتفاليه التتويج باللقب، عايز ان انا اسعد الجماهير، لان طبعا بالتاكيد جماهير هتبقى حاضره نفسها تشوف فريقها اللي كان جاي طبعا ما كانش في مخيلته سيناريو تعادل خساره بيراميدز امام فيوتشر، وكان مستني الحسم في 90 دقيقه بين الزمالك والاتحاد السكندري. بالتاكيد مباراه هتبقى مباراه جميله ننتظرها من لاعبي نادي الزمالك ان هم يقدموا كل ما عندهم، عشان يعني مش خلاص الزمالك مش محتاج يثبت احقيته باللقب، ولكن اثبات ان يعني الاحتفال كمان بيبقى افضل واجمل وشكله افضل بتحقيق الفوز والانتصار. بالتاكيد كان مشوار طويل وصعب على لعيبه نادي الزمالك، كان في اجهاد كبير، كان في ضغط مباريات، كان في عقبات كتيره في مشوار الفريق نحو التتويج باللقب. بالتاكيد الحسم النهارده هيريح برضو الفريق بشكل كبير، عندنا تحديات كبرى في الفتره اللي جايه، عندنا بطوله السوبر المصري السعودي، عندنا السوبر المصري في الامارات، عندنا استكمال مشوار بطوله كاس مصر، كل دي استحقاقات بتنتظر نادي الزمالك في الفتره اللي جايه. بالتاكيد لما احسم بطوله الدوري خلاص يعني في الوقت الحالي بالتاكيد بتخفف عني الضغط، وتخلي الجهاز الفني يقدر يريح حتى العناصر الاساسيه في المرحله اللي جايه. لكن بالتاكيد اللي احنا بنتوقعه ان احنا هنشوف مباراه احتفاليه جميله ما بين الزمالك والاتحاد السكندري، بعيد عن ضغوط، بعيد عن يعني الشد والجذب النقطه والثلاث نقاط في مباراه الغد، وان شاء الله نتمنى ان الزمالك يتوج ويرفع درع الدوري يعني بتحقيق الفوز ايضا على الاتحاد. جماهير الزمالك صبرت كتير قوي واستنت كتير قوي قوي قوي، شايف ان احتفالهم هيكون عامل ازاي بكره؟ يعني عماله اتخيل كده الاحتفالات هتكون عامله ازاي، سواء من داخل الاستاد او في الشوارع، الدنيا شايف هتكون عامله ازاي بكره؟ انا بقول لجماهير نادي الزمالك افرح بفريقك، افرح بالانجاز التاريخي اللي انت محققه، بطولتين ورا بعض في ظروف ولا اصعب، يمكن مع بدايه الالفيه الحاليه وتحقيق ثلاث بطولات في اربع سنوات، في اول اربع سنوات من الالفيه الحاليه كان في عندك جيل ذهبي، كان عندك فريق مميز، كان عندك نجوم كبار، انما طبعا مع كامل احترامنا للمجموعه الحاليه من اللاعبين، لكن انت بتلعب في ظروف مش ظروف استثنائيه، فبالتالي انت كمشجع نادي الزمالك لما حد يحاول يقلل من فرحتك يقول لك اصل انا خدت الدوري ده سنة كام او مش عارف، لا يعني ما تلتفتش لاي حاجه من الحاجات دي، يكفيك فخرا وشرفا ان انت حققت بطوله الدوري دي بتنافس شريف، بطوله في ظل وجود الفار، وانا بشكر حتى نادي بيراميدز على التنافس القوي اللي خلاه لغايه الاسابيع الاخيره، برضه فريق كبير، فريق محترم، فريق بيراميدز اللي في المركز الثاني حاليا واللي خلى شكل للمنافسه في المرحله الحاليه. بقول لجمهور نادي الزمالك احتفلوا بفريقكم، خليكم دايما في ظهر فريقكم لان يستحقوا منكم الدعم في الفتره اللي جايه، وطول الفتره اللي فاتت كان جماهير نادي الزمالك داعمه، تستحق الفرحه اللي هي اللي تفرحها فعلا ببطوله الدوري، ما حدش يحد من فرحتك، ما حدش يحاول يقلل من فرحتك من الانتصار اللي انت بتحققه، لان ده انتصار مستحق بكل المقاييس وفرحه بانجاز حقيقي، انجاز تاريخي اللي انت بتحققه في ظل الظروف الحاليه. نقطه مهمه جدا ان انت ما تخليش حد يقلل من فرحتك، لان هو فعلا انتصار مش عادي، انتصار في ظروف استثنائيه وصعبه جدا، مفيش فريق يقدر ولا فريق يقدر ولا جهاز فني ولا اداره تقدر ان هي تتحدى كل الظروف اللي احنا قاعدين نحكي عليها دي، ولكن مع ذلك كل الناس تحدوا ده علشان في الاخر نفرح بالدوري للموسم الثاني على التوالي. مش بس كده، اللعيبه من داخل المعسكر دلوقتي في احتفالات عظيمه، يمكن بداوا ده ظاهر على السوشيال ميديا، بداوا يحتفلوا احتفالات عظيمه جدا جدا ويفرحوا بدرع الدوري، وما اقدرش اقول لهم ما تفرحوش،
لا وركز، اصل عندك مباراه بكره، لو ما احتفلوش النهارده لو ما فرحوش النهارده هيفرحوا امتى؟ النهارده بيتم تتويجهم رسميا بدرع الدوري بالتاكيد. النادي كله دلوقتي فرحان، يعني مش بس جماهير نادي الزمالك خارج النادي، لا كمان كل الاعضاء دلوقتي في احتفالات وفي افراح داخل نادي الزمالك، وفي تهنئه للاداره بيطلعوا طبعا لمكتب المستشار مرتضى وبيهنوه بالتاكيد، والمجلس الاداره بالكامل. كل واحد تعب، كل واحد مسؤول تعب علشان النهارده الناس دي توصل للاحتفال ده او للنقطه دي. حربوا ظروف كتيره جدا الفتره اللي فاتت، كلنا كنا شايفين ان انت بتشوف لا ده مش عارفه كم اشاعات غير طبيعيه طالت الاداره وطالت اللاعبين وطالت الجهاز الفني وطالت كل الناس وطالت الجماهير، حتى الاشاعات ما بعدتش عن الجماهير، قال لك مش عارفه مين ضرب لعيب مين لا بجد الاشاعات طالت كل الناس صحيح. ابتداء من الاداره ولحد الجماهير خلال الفتره اللي فاتت واللعيبه والجهاز الفني. فالموضوع ما كانش صعب، يعني ما كناش بنتحدى بس الـ 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 القيد واللعيبه اللي مشيت والظروف وكل الكلام ده، لا بنتحدى كمان الاشاعات. كل يوم الصبح بتصحى على اشاعه جديده، اللعيب ده راح فين، اللعيب ده ضرب مين، اللعيب ده سهران فين، الاداره بقت فين دلوقتي، لا موجودين في النادي، لا مش موجودين في النادي، لا تحدينا حاجات كتيره قوي الفتره اللي فاتت. هو طول ما انت ماشيه كويس اعرفي ان انت هتتحاربي، اعرفي ان انت هيطلع لك النهارده اصل في حكم قضائي مش عارف ايه، اصل النهارده الفيفا مش عارف خصم نقاط مش عارف ايه، اصل النهارده قيد سيف الجزيري مش عارف ايه، اصل اللعيب ده سهران فين، اصل اللعيب ده ايه، اصل اللعيب يعني ما جابش ده نتيجه معاك وما اثرش على تركيزك، وبالفعل ما اثرش على تركيز الزمالك. نتكلم 10 انتصارات متتاليه على مستوى الدوري في الموسم الحالي او في الفتره الحاليه، ما اثرش عليك، هيجيب بقى اخبار عرض مش عارف منين لنجم الفريق وخلاص. هي طبعا ايه بتبقى سلسله من الحاجات اللي بتحاول التاثير عليك، واللي بيزعلك ان ده بيحصل قبل ماتشات مؤثره. بالظبط قبل ماتشات مؤثره خلاص بتحسم فوزك بالدوري، اللي بيزعلك ان ده، واللي ما بيزعلناش احنا خلاص اتعودنا على ده، احنا بقينا عايشين في الاجواء دي اتعودنا عليها. بقول لك بالظبط ده اللي بيخليني بقول لك ان سر البطوله هو روح الفريق. روح الفريق هنا ما بقصدش بيها الفريق الكره بس، روح الفريق فريق نادي الزمالك ككل، النادي ككل، المؤسسة كإدارة بالظبط، كاداره كجهاز فني كلاعبين كجهاز اداري كلهم واحده واحده. هنا الاداره مش بمعزل عن الفريق، مش في برج عاجي واللعيبه ما فيش تواصل، ما فيش نبره التعالي ان انا يعني بعيد عن اللعيبه واللعيبه اطلع قرارات وخلاص واللعيبه بتنفذها، لا ده مش موجود في نادي الزمالك. بتحس ان اللعيبه واحده واحده. امير مرتضى يمكن عامل دور كبير جدا مع الفريق كمشرف على الكوره، قادر ان هو يعزل الفريق تماما عن اي مشكلات بتدور حواليهم، فبالتالي ده اللي بيولد روح البطوله جوه الفريق. على مستوى الفريق نفسه بقى اللعيبه كلها بتحس الاساسي زي يمكن في المقدمه اللي انت قلتيها يمكن على محمد عواد، ده من فعلا من النماذج اللي انا بتكلم عليها. انا قاعد بره ما عنديش مشكله خالص، بل بالعكس مش اللي هو قاعد بره مش ساكت، لا قاعد بره انا بدعم الفريق، بكتب على تويتر بهني الفريق لما الفوز بيكسب، وانا قاعد بره ما فيش مشكله خالص، بشارك اساسي، باخد ثقه الجماهير. فبالتالي حب جماهير الزمالك للنوعيه دي من اللاعبين مش عواد تحديدا بس هو ده السر، ان انا قلبي على الفريق، ان احنا الفريق رجل واحد طبعًا. اللي بيلعب زي اللي قاعد بره زي اللي بره القايمه خالص ما عندوش مشكله، المهم ان الفوز بيتحقق. الفوز بيتحقق بالمجموعه ب 11 لاعب 11 راجل في الملعب. هو ده السر دايما في نجاح اي بطوله. دوري على اي بطوله كبيره بتتحقق لازم هتلاقي العناصر دي موجوده فيها او على الاقل اغلبها، فبالتالي زي ما بنقول دايما بطوله مستحقه لنادي الزمالك، كل عناصر النجاح توفرت فيها بالنسبه للنادي الزمالك وفرها لنفسه صحيح. رغم كل الظروف دي صحيح كان شيء عظيم جدا جدا، لان انا دايما بقول ان الموهبه وحدها لا تكفي، ما ينفعش ان انا النهارده يبقى عندي لعيب بس ما عندوش ثبات انفعالي، تصرفه في اي موقف ما بيبقاش احسن حاجه فهو بيأخر نفسه كتير. عواد من الناس اللي عنده موهبه وعنده فكر وعنده دماغ، عنده ثقافه، عنده قادر ان هو يوظف موهبته، مش انا قاعد بره فانا خلاص انا هبدا ان انا اعلن عن غضبي او ابين غضبي ان انا مش هيبقى عندي ثبات انفعالي. في وقت من الاوقات الحارس الناشئ كان قايم يسخن وعواد بيتحامل على اصابه او اتنين داخل الملعب، بيتحامل على اصابه او اتنين داخل الملعب علشان عايز يبقى موجود، مش عايز يحط الناشئ الصغير في موقف زي ده، في تقل زي ده، فتحامل على نفسه. ده بيبين قد ايه الناس دي بجد هي روح الفريق، انه كلهم مع بعض على قلب راجل واحد، ابتداء من الاداره والحد عامل غرفه الملابس، كل الناس شغالين على المكسب، كل الناس مش فارق لهم اي حاجه تانية
غير المكسب. احنا لا نلتفت للشائعات، لا نلتفت للناس اللي بتحاول تجرنا لورا، والشائعات اللي بيبقى ليها توقيت معين عايز يرجعنا مليون خطوة لورا. اكيد جميل. احنا ما التفتناش لاي حاجه، ما التفتناش لاي عائق، ولا فتره قيد، ولا لعيبه سابتنا، ولا اشاعات، ولا احكام قضائيه، ولا كلام مغلوط، ولا اكونتات فيك، ما التفتناش لاي حاجه. صحيح. وقفنا قدام كل حاجه وقدرنا ان احنا نتحدى كل الصعوبات علشان نبقى موجودين هنا النهارده بنحتفل بالدوري للموسم الثاني على التوالي، والدوري الاصعب. شفت فيريرا ازاي؟ يعني كلمنا عن الإدارة وكلمنا عن أمير مرتضى، أخيرا قول لي، وكلمنا عن اللعيبة اللي بجد عملوا المستحيل ابتداء من شيكابالا كابتن الفرقة، عواد، قد إيه لموا فرقتهم، وقد إيه كل واحد فيهم كان ليه دور. وأخيرا عايزك تقول لي إيه رأيك في فيريرا وتعامله مع الإمكانيات الموجودة في ظل وقف فترة القيد لمدة فترتين. يمكن انا عاصرت فيريرا في فتره موسم 2014-2015 والثنائيه التاريخيه. البعض من جماهير الزمالك، خلينا نقول بعض الجماهير، يمكن طبعا اكيد كل جماهير الزمالك مرتبطه عاطفيا بفيريرا بشكل كبير جدا. ده بطل الثنائيه، ده راجل جه في ظروف صعبه برضو لو نفتكر في 2015، انما قدر ان هو يقود الزمالك لتحقيق الفوز وبالدوري والكاس، وكان قاب قوسين او ادنى من ان هو يحقق بطوله السوبر، لكن لم يوفق في المباراه دي. ولكن البعض كان متخوف من ان عنصر السن شويه ياثر على فيريرا ما بين 2015 ل 2022، ما يبقاش عنده القدره على مباشره العمل اليومي في الانديه. عارفين طبعا العمل اليومي في الانديه بيبقى بيتطلب مجهود شكل شاق، لكن فيريرا اثبت ان هو بخبره وذكاء وحنكه ويعني قراءه رهيبه لظروف الفريق وظروف المنافسين من دي 1. اول يوم له في تدريب نادي الزمالك هو عارف الظروف اللي هو بيتعامل فيها، عارف ازاي هيقدر يقود فريق من حاله من الاحباط، من حاله من عدم التركيز، من فقدان نقاط، من يعني مش افضل نتائج في الفتره اللي هو اللي سبقت حضوره الى المرحله اللي وصل فيها دلوقتي. فبالتالي خبره فيريرا والتعامل مع اللاعبين نفسيا ثم فنيا وتغيير طريقه اللعب ثم الاستفاده من افضل من صحيح. امكانيات اللعيبه بافضل صحيح. ما يمكن، ده اعتقد يحسب لفيريرا بشكل كبير. صحيح صحيح. وسنه ده هو اللي كان عامل فارق غير طبيعي مع كل طبعًا. المديرين الفنيين اللي بيواجههم في بطوله الدوري، والخبره دي هي اللي خلته يتعامل مع كل المواقف احسن من اي مدرب في الدوري بالتاكيد. بشكرك يا امير على تواجدك معانا، وكنت وش السعد علينا النهارده. الله يخليكي، شكرا لك، وشكرا ومبروك لجماهير الزمالك. اشكرك طبعا. وبكده حلقتنا انتهت، بس استنوا برنامج زملكاوي مع زميلي المتالق دائما وابدا احمد جمال، واحتفالات غير طبيعية على قناة نادي الزمالك كالعادة اللي موجودة دايما في قلب الحدث، وبتحتفل وبتحضر نفسها قبل الحدث بكتير قوي قوي علشان تكون موجودة مع حضراتكم. خلينا نشوف، طبعا ببارك لكل جماهير الزمالك والإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ومدير الكرة أمير مرتضى والجهاز الفني بقيادة فيريرا المدرب المخضرم، ولكل اللاعبين ابتداء من شيكابالا ولحد أصغر ناشئ بالتأكيد بنبارك لكم، والدوري في 100 عقبة. خلينا نختم بفرحة ولا أروع، وهي فرحة بالتأكيد لاعبي الزمالك من قلب المعسكر. أشوف حضراتكم على ألف خير، ألف مليون مبروك، وليلة بيضة سعيدة واحتفالات مستمرة معانا إن شاء الله. الدوري هيفضل زملكاوي.